بدأت واحنا تلامذه لسه في ابتدائي، كانوا بيدونا الصوره، يمكن اول صوره رسمناها في حياتنا صالح سليم، كان ليه قصه كده وقتها. ومرت بقى السنين ودخلت النادي، انا علاقه طبعا بهشام سليم كتير كبيره واشتغلنا مع بعض كتير، بس يمكن انا اعرف الكابتن صالح قبله من النادي، انا عضو في النادي من زمان. فيمكن اخر 10 سنين او اخر 8 سنين في حياه الكابتن صالح كنا معاه شبه يومي، كانت شلتنا الله يشفيه صلاح السعداني، عبد الله فرغالي، فكري أباظة خروجدي الله يرحمه والآخر، مدحت سباع المخرج، أنا طبعا الأستاذ سعيد سيدهم كان محامي النادي الأهلي وصديق مشترك بين الاثنين، فكنا بنلتقي تقريبا مرتين ثلاثة أسبوعيا. هو الكابتن صالح ما كانش يحب الزحمة ولا الدوشة، فكان يحب الجروبات الضيقة، كنا بنقعد بنتكلم في الموسيقى في الكورة في يعني الكورة يمكن أبعد حاجة. الكابتن صالح كان بيفهم جدا في المزيكا وخاصة اللاتيني، بيفهم في الفنون في الرسم، كانت بتبقى قاعدة شبه ثقافية. ويعني أنا فاكر أنا اللي وصلته المطار يوم ما كان رايح ياخد جائزة نادي القرن لجوهانسبرغ، فوصلته كانت طائرة بالليل. في حياتي لم أرى سعيد بمثل هذه السعادة، كان طاير يعني طاير في هذا اليوم إنه رجع بدرع إن الأهلي نادي القرن وسيظل نادي القرن إن شاء الله. أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. This honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. Presentation of the same honor. كابتن صالح صاحب صحابه جدا. الموقف اللي فاكره له قوي يوم زواج ابن فنان عبد الله فرغلي، على فكرة كان بيحترم عبد الله فرغلي بشكل كبير جدا. فكان الفرح في احدى الاوتيلات، فاحنا رايحين ولقيناه جاي من الساعه 7 واقف مع عبد الله ويقول مش انتوا الا اخركم مش لازم نقف جنبه، يعني كان يفهم في الاصول جدا ورجل متحضر ومثقف حقيقي يعني بره الكوره. كابتن صالح تقدري تقيمي حوار معاه حوار عظيم في اي حاجه، سياسه، فن، اي حاجه. كابتن صالح ما كانش بيحب التمثيل، ما حبش التمثيل وليه حق، راجل ملتزم مواعيده. يعني فكرني هو اول اوردر راحوا في حياته قالوا له مش عارف الساعه 12 الظهر، راح من الساعه 11 جوله الساعه 1. احنا طبيعه مهنتنا فيها تسيب شويه في المواعيد، فده ما كانش يروق ليه ابدا. عشان كده كابتن صالح مثل، وانا رايي انه في الشموع السوداء كان عامل دور جيد، يعني نواة ممثل كبير، لكن هو ما حد. انت انا شايفك يا اقول له يا كابتن صالح الله يرحمك انت مشيت وسبت اسس احنا شغالين كلنا عليها في النادي، دي حقيقه، واذا حصل انحراف في بعض القرارات في بعض البتاع لازم نرجع للمسار القديم. كابتن صالح مش رئيس نادي او كابتن كوره جه وماشي، لا ده شخصيه مهمه جدا في تاريخ مصر، انا رايي الشخصي كده. صالح سليم نموذج للرياضي المثقف الواعي اللي تكراره صعب قوي كده.